السلام عليكم ورحمة الله. وبعد غيبة طويلة جدا اليوم إن شاء الله جيت باش نحضر معكم طريقتي في تحضير غريبة الكوكو السميدة، هاد الغريبة المغربية الأصيلة اللي كتعجب الكبار والصغار. غادي نبدأ مباشرة في المقادير وطريقة التحضير. عندي في البول قشرة ديال حامضة محكوكة، وعندي قبصة ديال الملحة، 4 حبات ديال البيض، وعندي البيكنج باودر او خميره الحلويات، ملعقه صغيره ديال القهوه كتكون ممسوحه او نصف ملعقه صغيره عاديه، عندي 2 الكؤوس ديال الزيت النباتيه، كاس العنبه من وزن 160 مليلتر، وعندي 160 غرام ديال السكر الثقيل. ما كنستعملش فيها الحلاوه بزاف لانني من بعد ما كنفندها في السكر كلاسي ما كنبغيش تجي غالبه عليها الحلاوه، باش نتبننوا المذاق ديال الكوكو ما كتجيش كتضحك بالحلاوه. عندي 200 غرام ديال الكوك او زوج الهند، وعندي 300 غرام ديال السميده الرقيقه، ما غاديش نستعملها كامله على حسب نوعيه الكوك. غادي نبدا مباشره في طريقه ديال التحضير. من بعد ما حكيت هذيك القشره ديال الحامضه وضفت عليها الملحه، كنضيف عليهم البيض وكنطرب جيدا. وهذه نقطة مهمة جدا وحاجة مهمة باش كتجي حلوة الكوكو السميدة ناجحة معانا، لأننا بصراحة أغلبية كيعرفوا يوجدوا حلوة الكوكو السميدة، لكن إلا ما طربناش بهذه الطريقة، يعني كنضيفوا السوائل والنواشف مع بعض وكنطربوا مزيان باش كيجي هذاك البيض مهوي، وكتجي الحلوة مهوية من الداخل ومقطنة وخفيفة. الا ما درناش هاد العمليه كتجي الحلوه هي كتبقى مشقه من برا وهي هذيك، لكن فاش كتجي تقلبها كتلقاها في الوزن ثقيله وكتجي مدقصه شويه من الداخل، وحتى في الكميه، يعني هاد العباره اللي عطيت كتعطي كميه قليله ما كتعطيش كميه كبيره. هذا دليل على ان حلوه الكوكو السميده ما نجحش، خاصها هاد العبار ما شاء الله راه كتعطي واحد الكميه مهمه. علاش؟ لانها كتكون من الاول مخدومه مزيان، كتجي مهويه، كنديرو غير فاش كنكوروها كويرات صغار، يعني كتنفخ وكتجي مهويه وزوينه. وهكذا كنستمر في اضافه المكونات السوائل كامله. من بعد فاش بديت كنضيف الكوك استعملت يدي، طبعا باليد كنقدروا نتحكموا في اي حاجه. وكيف وريتكم النوعيه ديال السكر كلاصي اللي استعملت، الناس اللي هنا في اوروبا راه عارفين بان كاينه هذيك النوعيه، في المغرب كاين نوعيات كثيره وكاين ما احسن. انا كنستعمل هذه، هي اللي كنلقى يعني احسن ما كاين في السكر كلاصي، كنستعمل هذه. وفي هذه المرحله غادي نضيف خميره الحلوه، وغادي نبدا نضيف هذيك الكميه ديال السميده بشويه بشويه، ما غاديش نضيفها كامله، انا عندي تما تقريبا 300 غرام، وكنستمر بحال هكا في المزج ديال المكونات. وفي هذه المرحله خاصنا نخلطو غير بيدينا وتكون كتلصق، يعني كنخليوها شويه جاريه لانها من بعد غادي تشرب السميده والكوك غادي يشربوا السوائل. في هذه المرحله نسيت ما ضفتش الكونفيتور او المربى، وهذا واحد السر من اسرار النجاح ديال حلوه الكوكو السميده، ما ذكرتهمش من قبل في المكونات. ضفت واحد المعلقه ونص كبيره، لان صراحه كتعطيها واحد المذاق وكتعطيها واحد التعليكه هائله. وكنستمروا على هذه الطريقه وكنخليوها كيف قلت تكون شويه جاريه وما وكتلصق بيدي. وهنا انا عندي شويه ديال الماء زهر والسكر ثقيل اللي غربلته من قبل باش كنفندو فيه الكويرات ديالنا. كندهنوا يدينا جيدا بالماء الزهر وكناخذوا كويرات متوسطه الحجم صغيره تقريبا. انا كندير عيني ميزاني، كندير في كل كويره تقريبا من 20 الى 22 غرام. ممكن تستعملوا الميزان، ممكن تستعملوا هكا كيف كندير انا، يعني عيني ميزاني. وكنبقى نصيب كويرات، يعني ما كندوش بالوحده بالوحده، ولكن كنصيب تقريبا واحد 6 ولا 7 ديال الوحدات، وكنعملهم في السكر كلاصي، ومن بعد عاد كنحيدهم وكندوزهم
للطاوة مباشرة وهكذا باش ما كان نبقاش نهز بيدي، يعني باش ما كيعمروش لي يدي بالسكر كلاسي وتجي الحلوة حلوة بزاف وشربة سكر كلاسي بزاف. هنا من بعد ما وضعت الغريبه في الطاوله غادي ندخلها للفران كنوضعهم يكونوا شويه متباعدين بطبيعه الحال باش ما تلاصقش وما يجيش الشكل ديالها جميل. كندخلوها للفرن مسخن من قبل على درجه حراره 170. بالنسبه للفرن الغازي فكنوضعوها الوجه ديالها كيشوف في العافيه باش كتشقق وكتجي زوينه. وبالنسبه للفرن الكهربائي كنوضعوها في الجهه السفلى وهكا غادي تشقق وتجي مزيانه، وغادي نوريكم كيفاش كتجي من الداخل. صراحه كتجي هائله، كتجي مهويه من الداخل وكيجي هذاك الكوكو السميده، يعني كيف كتشوفوا راها ماشي من الحلوه مدقصه ولا مجموعه، وهكا كتعطي كميه كبيره ما شاء الله، كتجي هشيشه ومعلكه ورائعه حتى في المذاق. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون فيه استفاده، وجربوا الحلوه ديال الكوكو السميده بهذه الطريقه ان شاء الله وتنجح ليكم. وإلى اللقاء في فيديو جاي إلى كسب إن شاء الله.